بشراك يا حافظة القرآن، حين تنالي من رب الرضوان، ويقال لك ارقي أعلى جنان، في يوم تشخص فيه العينان. مهندس قال سبحانه وتعالى ولو اخيرا نعمدي سولون نعمي بدا هو ان الاسلام نمضى ايطاي عافلوات كمسيي بشهر رمضان نوال مقصو قارسيي ربي قاسا قم هدرينا وشكرنا سبحانه وعاكلو معتصن علومة ان مرتي شرف كان كسوا قيب كشي وعلى رأسها الدكتور سعد الرحمن والريري حفظه الله أدبو شخص يروم أسين الله بركيه وحكروا مع لجنة التحكيم شيخ حسين عبد السمد شيخ عبد الرؤوف شيخ عثمان دكتور خالد دكتور خضر عبد بيحي شيخ عبد عزيز سهل أد بدو مع سنتين الله إذا بركيه وحكروا نوم هذا حلينا معلمين تعرور تسود دياري اي كسوق قيب قالي مسابقة وان قد بدو مهزن تهين وحاك لو مهزن عرور تا ايقان مسابقة دا كسوق قيب قالي ان قد بدو مهزن يهين ايقان وعرور تهيني وولا لهين وارضا الحفاظة الله بركيو انت امركي اللي قد بدو مسابقة دا لقبته جمعية وحي تلتا شنية تون سنة لكن مسابقة هار ومسابقة دي أفرية تمنات ما توي تاريخ ده هيت هاي بشهر رمضان كو سنة كنوية كون أفر بقول أفرطن إيا شن هجري إسلام كا كو بيغن أما الوافق سن لوضا كون لواتن إيا أفرط بشي لوات بسدحات كو يتمن كيد ما أنت إن شاء الله تعالى مسابقة الله بالله ونساء وعاكلون أن ربينا الشيخون الهلمامين رقو حجر حولها كسو جري وحاكمل أن حق التنظيم كمساجد كنون نوح الصناعي ومدبضا نرسو شقينا إيغر وما سيدين شيخ عبد الرزاق محمد عمر باكمدة يوسف ليلى محمود باكمدة وعاكلوا جرى إذا قضها نيلي راهذا عبد الفارح شيره سيرا تبصر وحوش إلى حد كتير جمعية لشقينا وعاكلوا جيران ركا مسجل كاسيرا هاجر محمد رقا اسم آد بدون هاسنتين سنة دولو حوي تطبع كسو قيب قلا سنة كهرونا ركا لو با كسو قيب قلا إيار ومهاسيين وحاكمدها عبد الغالب شاب الحمد لله سنة كرسيانا إبرا المشاركية الله بركية أيغنا آد بدون هاسنتين بارك الله فيكم انت كدب عرورتا سنة كان كيف يقعدنا يا مسابقة ومسابقة ثمانية أفراد لما بقول أفرطا لي لما عنوا سنة دي هي أبوبا من بيكم إذا سنة كود دمبي يا سنة تدعك جرم عرورتا عدد كودنا الله بقول أفرطا لي لما عنوا قيمة هي يقوم قليان القرآن كان وحاوية كامل القرآن لباتن كجوز شان هي توكجوز شان تجوز وشان تقيمات بيكو قليا إن شاء الله تعالى دليرا جمعيتنا النظام كيدا ساسو يهاي وكسو سعوتي إنا عرورتا إنتا كيقيم قلان وشان تقيمات لو قيمية وحانا لقى بالله إن شاء الله دليرا لما أنتا قيمتا وقوه رأي وكامل القرآن بانا ما أنتا لقى بالله لقليا إنتا دمنا ساسا وسقون إيسا يسكو قلقان ترتيبات وحامر كان أعلن عيدتك مرت الشرف كه سو حاضرين سو دوادا وآد وسو دوادا جميعا أعضاء هذا حتي أروح كشيخنا أرجع عبد الهاب يوسف دوانة شيخ حسن خليف وحجي كيا شيخ حسين خليف مول سوريا أصغر السكرتيرة
شيخ عبد الرحمن مسعود أصيغنا تريشرا شيخ محمد عبد الله أصيغنا دبي جمعية كاملة شيخ عبد السلام شيخ عبد الراجع دبي كاملة جمعية عضو غيرة شيخ إبراهيم شيخ محمود أصيغنا والرئيس كهرباء الرئيس أصيغنا إلى سبحانه وتعالى بركة الله حافيه حقا عجز باجرا أصيغنا هو حمصي أصيغنا هو حمصي هندي وجرا إلهي وحانه ويدسنا سبحانه وتعالى بأسمه الحسنى وصفاته الأولى إلهي وحافيه سواء نبدا قولوا يسوع سواء لي أسير ذو جد يسوع إلهي نتاسا نغمرنا سبحانه وتعالى مركب حاول يحضر الأير ما تمس الجرو وافتتاح فرد وياه تحام كي يلج ندي تحام كقادة سائر السوق إسا إنت معلومات مرنا إلى إن شاء الله أذكر دي منه ما لنت الله صوت حرايا وحي كلا وحاضا ما قدر سرينا قدر سرينا وحارة رجالينا إن شاء الله ما لنت إلى كسوة قبلان ركب الله الدغية تاسا إن شاء الله رجالينا مركب وركي تاسو إن شاء الله تعالى مصو قاوين تذكى حضورين كل جينا آل بدون هاسمتهم وراك هلا نقيستو حلوه كان سبتك شغلة كجرا منظمين تا المساجدك وقت جنا هلا بالكيو لجنة التحكيم نعلمين تنا أيجنا وهو كان سمان أو شو مركز قبوه وترتيبة بان إن شاء الله هو وضينا ما لين تضبع سو جانا وقت جنا وشيء نا دلا يرانو وركي يا مركي تاسع مسوق قابل وهذا بالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حلو بعاني هاي سال المقال يسكو كان سر يتجنبه الدين لو عيب شغلة يعني وقت كاني أكا توجيهات كاس سيدا يتحي الله قاتان من سنة إن شاء الله هذا ناني ووركي سيدة رينيني وحانا مهنا السودة وشيخنا الدكتور عبد الرحمن وردير وما تنوغا برنامج كان ضيف الشرف إنه ينوفره فليتفضل مشكورا إن شاء الله وحنا نكبر ينا إن رحمة يسوع نوسو دتشيو حسيلوري يا سكيرة أنا نسيو ملايكة الله الرحمن أنا هاي نوسو غصو عقير غشوا يسوري جسم حف محفل كان إلهنا سبحانه وتعالى وحصو ملو لعلها هي أكتيسة ملايكة جوكته سدو نبي جينا بقول بشارية تذكر نوع عص أهل القرآن وحاشرة وغفلا هذا الكي النبي صلى الله عليه وسلم أوير من حديث عثمان بن عفان في الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحاين أخير بنا قفك القرآن كان توبرتي دتكنا برايا كاسا أخير بنا رسولك عليه السلام والسؤال الذي نقويدي وجوابته ذو أي نغطي وقفك القرآن كان برتي يا أوخر بلندتك أو أوفي عن أغفى قرآنك برتيدتك بريبا لي سلفك قارك والتابعين تأفرت السنة أيو ميل فردي حديث كاسون اللي فردي أو إلى حديث كاسون مشاس الفريسي وحكى له شرفها ما رواه ابن ماجه وأحمد من حديث أنس رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم إنه يري إن لله أهلين من الناس إلهي وحوليه أهل وضدك حق وضعه قالوا يا رسول الله من هم وقاسي وحيد يا رسول الله واقوى إلهي أهل كيسا رسول حير هم أهل الله وخاسته إلهي أهل كيسا وأهل القرآن هم أهل القرآن وخاسته أهل القرآن هم أهل الله وخاسته وأدتك قرآنك إهل كوا وأنا إهل كإلهي وأدتك خاص كأ حديثك الساعة وشغل البالي في سورة ابن ماجة مركا إن الإهل كإلهي نقطه وحال وهلا إن قرآنك برطه وأد معانيه سلفانته وتدبر كيسيه معاني كيسيه وضوحان سلطانة قدرسته دقن جريتي سي احكامتي سينا اي قدر سطو دقن جري سطو عام مش كري على مرة بو ان الحروف تتوسسو او الحدود دي سطو يعضو طاوة نصيب در قف القرآن كاخف ديي الحروف تي ستوسينا ايا لكن حدود دي قرآن كا ضيعها ايا كاسي خطر بكسو غيه
بل الدرجة السرعة للشيخ وقصوا دعايا وين قرآن كونهاجو وقرآن كوددا ونحسن وتوسيو أوحنا نقربنا عن كهرب وحنا أمرنا عن قاضنا ماشي قرآن كنودي ذن عن نواركن مركتها وحوي امتحان قارة قدت كاهل القرآن كهيستوي إن قرآن كإلهيان وسخذ كدوران كدوران مريش يعيبها تاسوا عرين مركز يعيون نقدان أهل الله وحاسته كلمة الشيخ مجدي دين كلمة أبدا إلهي بواقف رنتي كلمة نعي بضا الطابان الهد دعاء دعاين إلهي أنه أخبره أساقنا نتو أسر سعدي هي أنت هلك أبو فديو هي كلمة إنك أبو جديه أنت لو ميزانك سحسنات إلهي أبو كبو وعسو قرني وقت الميكروفون هو ليلي لها لجنة التحكيم ما أنت ترتك الوفدي وقرآنك وأنا قيبتي صوتا فجيس عرور يريال والله قيام بجيسس وسيدة كتر تبعين با إمادين مركا وينجيسان كران لكن ما أنت صوتا كأي الوفدي من إذا ما ردونا ما فيلين مركا هدين أي دالان ولكن منك عرفت عيدا دكسياني يا معلمتي وحقوب برارتينينا أرديدا مقعيد وضيلة الجيل إن أي حاضر هذا ديار قروبان قبلها وحان أهل الكور مسايد لقيت الدمر كهتكا قبل ما قعيدا مرك اللي يريو أرديدا مرك اللي يريو هكا نوي إمبادو مقع أكسي حقا والا شيء لدونا وسيد ديار قروبا يا مكا سيمان هدي قبلتا هاي حفيظ مساجدك مركا هذا هو حسود وين يا نيكو رسالة إن أوداتي برنامجك لجنة التحكيم شيخ حسين عبد الصمد سي وصول دويو رئيسك لجنة كدر نهوشه ولو رجال شيخ حسين تفضل صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمان حضور كرام واتسور دوان إيسان واندما حسنتين دمانتين هذا البدن ومقدمة هذا دمان مشروع ملها وحرجين إنا إنا كب اللونه ترتنك أرضي ذا كتر تميس قرآنك وردما يسترن عدد كذون أويها تقريبا أفر أرضي أرنكاسان كوبي الله بدونا إن شاء الله مقدمات يا كلمات وما أنت صهر رينا يسمجرتو مرك إن شاء الله أرضي يا كوباد من هذا ويا رينا وعنو كوبي الله بينا ابتسام مختار محمود ابتسام مختار محمود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد فقطع دابر القوم الذين ظلموا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله
من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق